عبد الرحمن يوسف، كرة طويلة رغم الهوى ضده ما شاء الله. يلعبها عبد الرحمن يوسف، الزاوية، هدف حلو هلالي، هدف حلو من عبد الرحمن اليوسف في الزاوية. عبد الرحمن اليوسف في المرمى، يا سلام يا سلام يا مدفعجي، يا سلام قذيفة جميلة. تندخل عبد الرحمن اليوسف، عبد الرحمن صوب ناحية المرمى، الله، قذيفة قوية يصوبها عبد الرحمن اليوسف، تسديدة، يا سلام. الكرة الجميلة بتفرض نفسها على الرائي وعلى المتابع. اليمين لعبد الرحمن اليوسف، يظهر بنفسه وشوت، يا سلام، قذائف من عبد الرحمن اليوسف في المرمى. عبد الرحمن اليوسف بيسجل في يوسف الثنيان، وبالعرض بالجول، جول عبد الرحمن اليوسف. منها 6 دقائق او 5 دقائق، هذا عبد الرحمن وما يقدر يسلطها حتى لو بيلعبها ناحية عبد الله الشعيبي، عبد الله الشعيبي لعبد الرحمن اليوسف، عبد الرحمن اليوسف من بعيد يصوب ناحية المرمى وبرا المرمى. الوسط في الفريق المقابل لا شك انه ضمن سيطرته الكامله على المباراه. تسديده، يا سلام. الكره الجميله بتفرض نفسها على الرائي وعلى المتابع اللي طلعها برا الملعب. شوف الكره هذه مره ثانيه، شوف اليوسف وشوف المترو، يا سلام. دراوغ بشوط بعيد ومن جنب القائم، يا سلام. عبد الرحمن اليوسف طوب ناحيه المرمى، كان العارضة مرينا التمرير، رجع له ثاني صوب برا المرمى الى طارق العواضي، الى عبد الرحمن يوسف من بعيد يسدد، يا سلام، طلعها برا الملعب ضربة ركنية لصالح فريق الهلال. هذه اعادة للكرة مرة ثانية. الان اعلى نسبة الهلال، 8 اهداف في المرمى. عبد الرحمن اليوسف بيسجل في الدقيقة 20 الهدف الرابع لنادي الهلال، ويصبح الهلال صاحب أعلى نسبة أهداف حتى الآن. وعبد الرحمن اليوسف كيفي طويلة، جاء عبد الرحمن يوسف على صدره وماشي صوب بعيد وامسك خانوم. شوف عبد الرحمن يوسف شايفين كردي صلح على صدره ونزلت عرجوله وصوبها عنيفة جاء المرمى، لكن كان نواف المباراة. سعد مبارك، سعد مبارك ينقل لعبد الرحمن اليوسف، عبد الرحمن صوب ناحية المرمى، الله، قذيفة قوية يصوبها بأعجوبة. شوف عبد الرحمن اليوسف، برافو عبد الرحمن وبرافو سمير عبد الرضا. صالح النعيمة يبكن، فهد المصبيح بيتنازع عن الضربة، عبد الرحمن اليوسف بيشوط بتلمس وتطلع ضربة زاوية. سعد مبارك لعبد الرحمن اليوسف، عبد الرحمن اليوسف من بعيد صوب على المرمى، يا سلام يا عبد الرحمن يا يوسف. برا ضربة ركنية، شايفين إعادة لها وليد الباز في آخر لحظة. هذال في اليمين لعبد الرحمن اليوسف، يظهر بنفسه وشوت، يا سلام، قذائف من عبد الرحمن اليوسف. دي ميزة لاعب الوسط، شايفين الإعادة ده عبد الرحمن اليوسف، حط رجول الكورة والهواء معاه والريح معاه، لكن عبرت القائم. يوسف الثنيان وعبد الرحمن اليوسف وكلاهما هديف، سدد وتد، يا سلام يا سلام، جميلة من عبد الرحمن اليوسف، سدد باتجاه المرمى. لصالح فريق الهلال، عبد الله الشعيبي عالية لعبد الرحمن اليوسف على الأرض بشماله، الله. من
الوسط القطري. عبد الرحمن اليوسف في المرمى، يا سلام يا سلام يا مدفعجي. ودقيقة واحد ونص من الشوط الثاني، هي عادة ليها مرة ثانية جميلة أبدا ما لمست في إيد أحمد الماجد، وإلا ومحمد فايز الديشي، وهجمة هلالية، عبد الرحمن اليوسف صوب جهة المرمى ومن جهة القائم، قذيفة هلالية في الدقيقة 40 في فكرتها جميلة. نشوف عبد الرحمن اليوسف موه باليمين، وشافين حيخش اتجاه بزاوية رأسية جهة المرمى، وصوب باليسار ومرت من جانب القائم نواف مبارك. دقيقة لعبت لعبد الرحمن يوسف وسدد، الله جميلة. يعني نبعد عن المنطقة اللي فيها الموية مهما كان، برضو عالية في اتجاه المرمى، وسلام حلوة عبد الرحمن اليوسف مرمى أحمد الماجد بيتابعها، وإلا كان في الكرة لفت لفة عجيبة وبيبعدها أحمد الماجد فيه. دكتور مدرحيمي وعبد الله جاكرتا بيشيلوا لهم الملعب وعلى الكرة، وعبد الرحمن يوسف صوب حلوة، تصويبة حلوة من عبد الرحمن يوسف من مسافة بعيدة لعبد الرحمن يوسف، عبرت القائم صحيح لكن فكرة تنفيذها بعيدة عن الحائط، شايفينها بعيدة عن الحائط، عبرت الحائط وراحت اتجاه الزاوية البعيدة جدا وعبرت القائم. هيغير اللعب اليمين، بيغير لليمين، اترفع في المرمى، محمد صالح تقلب، يوحت مشاري داخل مشاري يلعبها عرضية داخل عبد الرحمن يوسف، الله يا عبد الرحمن، جول! الهدف الأول للهلال، عبد الرحمن اليوسف على الطاير، جول على الطاير، شوف شوف عبد الرحمن على الطاير، قذيفة أرضية تمر من ساحة حارس المرمى سمير عبد الرضا، بالعرض لعبد الرحمن يوسف من بعيد، عبد الرحمن يجرب نفسه لكن من فين؟ عبد الرحمن يوسف من جول من بعيد، عالية حلوة حلوة حلوة، كرة حلوة من عبد الرحمن اليوسف. يلعب عبد الرحمن يوسف الزاوية، هدف حلو، هدف حلو هلالي، هدف حلو من عبد الرحمن اليوسف في الزاوية على يمين مبارك الدوسري، ويسجل التعادل للهلال. يسجل عبد الرحمن اليوسف الهدف الهلالي الأول وتصبح النتيجة 1-1. شايفين الكرة الحلوة لعب عبد الرحمن اليوسف وأصبحت النتيجة 1-1. بسرعة إلى عبد الرحمن اليوسف، عبد الرحمن بيجرب من بعيد في المرمى، حلوة حلوة من 45 ياردة، كرة جميلة وحلوة. إلى عبد الرحمن اليوسف مرة ثانية، بيلعبها في المنتصف باتجاه فهد المصيبيح إلى عبد الرحمن، ماشي عبد الرحمن من بعيد يسدد والمتر يحط، ومحمد سعد بخيت، وما هي الا لحظات ويتد هدف طويلة تصلح برا الخط، تنشاط المرمى حلوة، تنشاط المرمى حلوة وجميلة، ارتد تماس صلحت تنشاط يدوبك تعدي، واحمد الماجد ما سلم،
بينطلق بينفذها حسين، يجي لعبد الرحمن اليوسف، عبد الرحمن من بعيد بسدد، عبد الرحمن اليوسف يشوط من بعيد في المرمى من فريق الشباب. صفر الحكم، تقدم عبد الرحمن من بعيد شوت، يلا كرة قوية عدت من جنب القائم واحتفظ جماهير فريق الهلال، وهنا إعادة لها شات عبد الرحمن اليوسف، كرة لعبد الرحمن اليوسف، عبد الرحمن من بعيد يرسل قنبلة على المرمى. ويمشي عرضية لعبد الرحمن اليوسف، صوب عبد الرحمن اليوسف قوية وتطلع برا الملعب، ومن بعيد يصوب قوية، جول عبد الرحمن اليوسف، قذيفة قوية من مسافة حوالي 40 ياردة، عبد الرحمن اليوسف يرسل قذيفة في المقص عن يسار سعود السمار ويسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 16. شوف من مسافة بعيدة خالص يصوب عبد الرحمن اليوسف قذيفة في المقص وتسكن المرمى الشبابي معلنة الهدف الأول. معدي مصعب عادي يلعبها عبد الرحمن اليوسف، الهدف القوي حلوة بلال السويدي، بتنقطع عبد الرحمن يوسف يعلي في اتجاه المرمى حطت، برافو كره جميله مع هزال، بيحاول يمر برضه كره معاه يلعب عبد الرحمن يوسف يصوب ناحيه المرمى، الهدف الاول للهلال بموه، يصلح كره لعبد الرحمن اليوسف، عبد الرحمن يصوب قويه ويمسكها سلمان مقبول لكن تفلت. العواضي طارق يحولها الى عبادي، خنيان او من بعيد يسدد عبد الرحمن اليوسف، عبد الرحمن ليوسف الثنيان لعبد الرحمن مره ثانيه، عرضيه حيرفعها، عرضيه في اتجاه المرمى وبتعدي وبتنط يوسف